تعلم اللغة الإنجليزية قد يكون محبط كثيرا لنا، ندرس كورسات أونلاين أو بالمدارس لكن ما نحصل على أي فائدة ونشعر أن نفسنا ننسى بسرعة، نجيب كتب نقرأ الكثير من الكتب لكن تزداد إحباطنا يزداد ترددنا. سأقول لك بكل صراحة الآن، معاناتك من اللغة الإنجليزية يجب أن تنتهي من هذه اللحظة، سوف أشرح لك الآن كيف. لكن لكي نعرف كيفية حل المشكلة يجب أن نعرف ما هي المشكلة أولاً. المشكلة الأساسية هي التعلم الخطأ أو ما أسميه التعلم العشوائي، يعني البعض يقول لنا روحوا بالاتجاه اليمين والبعض يقول اتجاه اليسار، لكن الطريق الأساسي والسبب الأساسي هو التعلم العشوائي اللي يصيبنا بعدة أمور سيئة جداً: تشتت وقلة تركيز، قلة الثقة بالنفس، ضياع العمر والوقت والفرص، ولا نصل إلى أهدافنا، وهذا سببه هو التعلم العشوائي، التعلم بدون منهج ثابت. الحل الأفضل لإتقان الإنجليزية هو برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي English Personal Mentor. سوف أخذك من الصفر إلى الاحتراف، وسوف نتعلم القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة وجميع المهارات التي نحتاجها لإتقان اللغة الإنجليزية. سأكون سعيد جدا لمساعدتك، وأنا بانتظارك الآن. خذ هاتفك وتواصل معي بالضغط على الزر أسفل هذا الفيديو، وأنا بانتظارك حتى نبدأ في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي. تواصل معي الآن. الأستاذ حسين الغالبي، مدربك الشخصي، بانتظارك الآن. أهلا بك.